هناك نية فعل الإجبار علي عبد الله صالح، لتم إجباره على التوقيع فورا عبر تهديده بأشياء أقل بكثير مما ورد في قرار مجلس الأمن. لو تم تهديده بإحالة ملفه وملف أسرته إلى محكمة الجنايات الدولية أو بوقف الدعم الدولي لنظامه والاعتراف بشرعيته أو بإجراءات أخرى عبر كشف الأرصدة أو غيرها كما مورس على معمر القذافي، لكان علي عبد الله صالح وقع المبادرة من أولها. لكن قرار مجلس الأمن طويل الأمد، يعطي فرصة 30 يوم لرفع أول تقرير وليس للتوقيع من الأمين العام المتحدة. كذلك فإنه قال وبعد 60 يوم يبدأ الأمين العام برفع تقارير أخرى، مما يعطي الرئيس مهلة طويلة. فقرارات مجلس الأمن لا يتم تفعيلها في الدول الفقيرة، لكن تفعل في دول مثل ليبيا وفي دول مثل سوريا لوجود اعتبارات أخرى. المجتمع الدولي لا يهتم باليمن كثيرا. يختلف معك في مسألة التوقيت، يعني قراءة علي البخيتي تبدو مختلفة لقراءتك أنت لقرار مجلس الأمن وتوقيته. القرار واضح فيما يتعلق بالتوقيع الفوري وتوصل إلى حل سلمي، إلى تسوية سلمية في غضون الشهر. أما فيما بعد الشهر فهو متابعة مستمرة وليس مهل أخرى لعلي عبد الله.